أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أرجو إيضاح معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب فيعمل الكتاب بعمل. الكتاب يعني القدر، يصير مقدر عليه في الماضي، مكتوب عليه أنه يعمل بعمله للنار في آخر حياته يدخل النار، أو العكس، مقدر عليه مكتوب عليه أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، لأن الكتاب لا يتخلف أبدا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.